المواجهة اللي جاية مواجهة النادي الأهلي، مواجهة لها طبعا أمور أخرى ومختلفة، ومباراة وسط جماهير طبعا غفيرة هتبقى موجودة في المدرجات، وأكيد مباراة أصعب. شايف مودرن فيوتشر هيتعامل مع المباراة دي إزاي؟ بص كريم، طبعا انت بتتلعب عملاق افريقي حرفيا متمرس في النهايات، تاريخه مش محتاج يعني ناس عارفه ان انا كنت شغال في الاهلي وعارف كل حاجه عن النادي وعارف النهايات بتلعب ازاي والكلام ده كله. ف احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه. اللعيبه خلاص كسبنا بيراميدز، فرحنا شويه، بتقفل الملف، بتبدا تحضرهم نفسيا ان انت جيت هنا عشان خاطر تقدم حاجه او تعمل حاجه كويسه، اعمل اللي عليك. والكرة فيها كل حاجة. الكرة ما فيهاش مستحيل. انت النهاردة في ناس وانت داخل الماتش ناس كتيرة كانت متوقعة بيراميدز هي اللي تكسب الفريق. وسمعت حاجات كتيرة في الإعلام قفلنا على نفسينا، وكان ده بالنسبة لك كان بيتقال يعني تمام. وفي الآخر زي ما انت شفت كرة ما لهاش كبير، اللي بيديها بتديله. صحيح صحيح. النهاردة وانت النهاردة بعد المباراة أكيد بتتفرج على الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بمنطق المصلحة دلوقتي، مصلحة ان انت موجود في نادي مودرن فيوتشر، كنت عايز مين يكسب؟ شتمني انت كريم انا عارف. لا ما هو اصل الاجابة لازم تبقى منطقية بصراحة. بص انا انت بص ما عرفتش تعمل حاجة في عمر فهتخلص على لا ما يعني اكيد انت اكيد بص دي حاجه هيثم ما فيهاش خلاف، وصعب النهارده انه حد يتعامل معاها. انت اكيد بتحب الاهلي وبتعشق الاهلي واشتغلت في الاهلي وعملت كل حاجه في الاهلي، بس المنطق المصلحه في فرقتك اكيد، او يعني اتوقع يعني انت كنت تتمنى تلعب مع سيراميكا كليوباترا في النهايه. بص يا كريم، الانتماء والسنين اللي انت عشتها عمرك ما هتيجي تغيرها في لحظه. طبعًا ده مش منطقي، يبقى انا عمري ما حبيتها لو ده. لكن في الاول وفي الاخر ده شغل الراجل، ائتمنك على النادي، اللعيبه اللي انت بتتعب معاهم كل يوم، بتشوف تعبهم وبتعيش قصصهم وبتعيش كل حاجه. وهنا منظومه يعني تتولد كاسره، بتتحول من كوره بس كاسره. فانت عايزهم ينجحوا وعايز تنجح، فطبيعي انك انت عايز فريقك تنجح. لو قلت غير كده يبقى انا راجل مش صح يعني. انا اقول غير كده يعني. صحيح. انا ما تابعتش الماتش للامانه، مش عشان انا مش عايز اتابع الماتش، بس عشان احنا طلعنا في توقيت معين وكان عندي حاجه كتير اعملها بعد الماتش هنا بخصوص الفرقه. فاتفرجت قبل الجون بثلاث دقائق. يعني انا لسه بفتح الجون جه تقريبا بعدها بثلاث دقائق. ايوه زعلت بقى ولا فرحت؟ لا طبعا يعني لا، مبسوط للاهلي، ربنا يكرمهم ويوفقهم، مبروك ليهم، وان شاء الله نقدم ماتش كويس ان شاء الله. هيثم انا بشكرك شكرا جزيلا، وبحييك وبحيي كل منظومه اداره مودرن فيوتشر على الشغل المحترم اللي معمول. ولسه كنت بقول قبل ما تخش انه مشروع بدا بشكل سليم جدا، عشان كده بيجني الثمار. فيوتشر واخد بطوله كاس الرابطه وينافس على بطوله ثانيه.